حبايبي واهلا وسهلا بيكم في قناه عالم نوعات، منورين جدا، واتمنى يا رب تكون القناه كده بتعجبكم ان شاء الله باذن الله. تابعونا هتلاقوا كل الجديد على قناه عالم نوعات. وحشيني كتير، وطبعا الفتره اللي انا غبت فيها دي معلش اعذروني، كان عندي شويه ظروف كده. اهم حاجه تكونوا انتوا بخير. طبعا جايبه لكم النهارده طريقه عمل الجاتو الشاتو، طريقه سهله جدا وبسيطه، مكونات ومقادير سهله جدا، ان شاء الله هتعجبكم. وتابعوا الفيديو للاخر، ويا ريت اللي اول مره يشوف قناه عالم النوعات ما ينساش بقى في اللايكات والشير والسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد على قناه عالم النوعات. وسيب لنا تعليق حلو كده، وان شاء الله جربوا الطريقه ديت في عمل الجاتو شاتو، هتلاقيه جميله جدا ان شاء الله وهيعجبكم قوي. يلا بينا ندخل بقى في المقادير. عملنا لكم الجاتو شاتو بطريقه سهله جدا وبسيطه. زي ما انتم شايفين كده معايا معلقه واي حل عندك. يعني اول حاجه طبعا هيكون معاكي دقيق، لان طبعا هحتاج كوبايتين دقيق، وهحتاج كمان رشه من السكر، من رشه من الملح بسيطه كده خالص. وهحط عليهم كيس بيكنج باودر بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعد كده هحكيهم، لان طبعا مش هحتاجهم دلوقتي يعني. فانا هاخد كده كوبايه من الدقيق بالشكل ده، اهوت كوبايه دقيق دي اول واحده معايا، اول كوبايه دي، الكوبايه الثانيه اهي، بالشكل ده. اصلا يعتبر الكيس كله فيه يا دوبك هما كوبايتين يعني. فانا هحطهم اهو بالشكل ده، فدي طبعا اول حاجه معانا كوبايتين دقيق زي ما انتم شايفين كده، وعليهم اهو بالشكل ده، وعليهم كيس بيكنج باودر اهو او خميره الحلويات بالشكل ده. عايزه اقول لك ان ان شاء الله الجاتو شاتو بالطريقه دي هيكون سهل جدا وبسيط، وكمان مكوناته تقريبا متواجده في كل بيت يعني مش صعب ولا حاجه. حطيت عليهم اهوت كيس بيكنج باودر، وهتحطي رشه ملح بس حاجه بسيطه خالص يعني كده مثلا، عشان طبعا يعني تعتبر ان هي بتعادل الطعم يعني تخلي الطعم حلو. وهبدا بقى نقلب كله كده مع بعض بالشكل ده، الكيس بيكنج باودر مع كوبايتين الدقيق مع رشة الملح. هبدأ بقى ان انا اقلبهم كده بالشكل ده كويس اهوت، وطبعا هبدأ بقى ان انا اركن المكونات ديت، مش هستخدمها دلوقتي. ويلا بينا نعمل صوص الجاتو شاتو او صوص الشوكولاتة، هركنه دلوقتي معانا. وهجيب بقى معايا الخلاط، زي ما انتوا شايفين كده الخلاط هو اللي احنا هنضرب فيه كل المكونات بالشكل ده، يا رب تكونوا شايفين كويس. طبعا اول حاجه هحتاجها هو كوبايه من الزيت اهوت، اي نوع طبعا زيت انت بتستخدميه عادي يعني اهوت، كوبايه زيت بالشكل ده. دي اول حاجه طبعا هتستخدميها الاول اهوت، كوباية من الزيت. وطبعا تاني حاجة معانا كوباية من السكر، اي نوع سكر انت بتستخدميه، مش شرط سكر البودر ولا شرط سكر حاجة معينة يعني او كوباية من السكر بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين كده. وتالت حاجة مكون معانا وهي كوباية الحليب اهي، وطبعا المكون الاساسي والرئيسي بتاعنا وهو الكاكاو الخام. طبعا الكاكاو الخام هاخد منه 3 معالق كاكاو خام، طبعا لازم يكون كاكاو خام مر يعني، بتجيبيه من اي سوبر ماركت او من عند السرجة من اي مكان يعني متوفر وموجود عادي. انا هحط منه 3 معالق كاكاو خام بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وطبعا لازم يكون كاكاو خام مر
اهوت، اهو 3 معالق كاكاو خام مر اهو بالشكل ده، 2 3. وهبدأ بقى ان انا اضرب المكونات دي كلها في الخلاط. كانت ديت كل مكونات بتاعت صوص الجاتو شاتو او صوص الشوكولاته، يعني طريقه سهله جدا وبسيطه. هضرب بقى كل المكونات دي في الخلاط وارجع لكم تاني عشان الصوت بس. شايفين كده يا حبايبي؟ خلاص انا اعتبر كده ضربت الصوص بتاع الشوكولاته او الجاتو شاتو، خلاص ضربت كل المكونات اللي انا عملتها معاكم. هحط بقى نص من المكونات ديت، انا هحط نص المكونات دي مش هحطها كلها، هحطها نص في نص من المكونات ديت في هحطها في الكوباية بتاعتنا ديت بالشكل ده اهوت. هحط نص كده في الكوباية لان طبعا مش هحطها كلها، لان انا هحتاج النص التاني اهوت بالشكل ده. وطبعا بقى ممكن تحطيه في الفريزر على بال ما تخلصي بقية الجاتو شاتو، ترجعي طبعا تعمليه تاني. فانا طبعا هحطه بقى اللي دوت في الفريزر لمدة مثلا 10 دقايق او 5 دقايق على حسب يعني ما اخلص، وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم من تاني. خلاص انا حطيت الكوباية في الفريزر على بال ما تتجمد شوية، على بال ما اكون انا خلصت المكونات بتاعتي. دلوقتي بقى طبعا دوت النص الصوص اللي كان معايا اللي انا كنت عاملاه بقى الشوكولاتة، هضيف عليه بقى 3 بيضات بالشكل ده، هومات معايا 3 بيضات، وكمان هحط عليهم رشة فانيليا عشان طبعا البيض والزفارة وكده. طبعا هكسر الأول كده البيض بالشكل ده اهوت. طبعا زي ما انتم شايفين كده البيض بيبقى في المرحله الثانيه، يعني بعد ما تقسمي الجاتو شاتو وتحطي نص في الفريزر، نص كوبايه فريزر ونص الثاني كده في الخلاط، حطي بقى عليهم 3 بيضات بالشكل ده اهوت. وهحط عليهم رشة فانيليا بقى عشان الزفارة وكده، حط عليهم رشة فانيليا. لو عندك فانيليا سايلة مفيش مشكلة، عندك فانيليا بالشكل دوت برضه مفيش مشاكل خالص، هتحط بقى عليهم كده رشة فانيليا بالشكل ده اهوت. وهبدأ برضه ان انا اضرب المكونات دي في الخلاط تاني وارجع لكم عشان الصوت. رجعت لكم من تاني. خلاص انا دوت طبعا الدقيق اللي انا كنت عاملاه في اول الحلقه خالص او في اول الفيديو، يعني ده الدقيق اللي انا كنت جايبه 2 كوباية دقيق عملتهم معاكم على كيس بيكنج باودر، كيس كامل بيكنج باودر على رشه ملح صغيره كده عشان يعني تعادل يعني تبقى الحلوه ديت او الجاتو شاتو حلو يعني ماشي. طبعا انا جبت اهوت اللي كنت قلت لكم ان انا هعمله في معاكم في الاخر خالص، جبته تاني وقلبت المكونات كلها مع بعضها. وخلاص بعد ما ضربت بقيه الصوص او الحبه اللي كانوا باقيين معايا مع ال3 بيضات مع الفانيليا، هبدا بقى ان انا طبعا هحط الخليط دوت او المكونات ديت يعني على الدقيق واحده واحده، مش هحط كله مره واحده. يعني هبدا ان انا انزل كده بالشكل ده الصوص واحده واحده على الدقيق بالشكل ده، وابدا ان انا اقلب بقى لحد ما يبقى معايا شكل الكريمي كده. عايز اقولك فعلا ان الطريقه دي للجاتو شاتو احلى طريقه ممكن تعمليها، واسهل طريقه كمان ممكن تعمليها، طريقه سهله جدا وبسيطه، وزي ما انتم شفتوا كمان ما خدتش مني وقت خالص. هبدا بقى ان انا اقلب بطريقه كويسه كده عشان ادمج المكونات دي كلها مع بعضها وتعمل لي الشكل الكريمي. طبعا دي من اسهل الحلويات اللي ممكن تعمليها، تعمل بطريقه سهله جدا وبسيطه ومش تاخد منك وقت خالص، وانا عملتها قدامكم في ثواني اهوت. هبدا انزل بقى ببقيه الصوص كده بالشكل دوت اهوت كده،
لو في صوت برضو في جوه كده يعني في الخلاط برضو تنزليه عادي مفيش مشاكل اهو بالشكل ده اهو. لو عندك مضرب يدوي هيبقى احسن طبعا. هتبدأي بقى انت تخلطي كده كويس كله مع بعضه كده بالشكل ده. تخلطي بقى الدقيق كويس لو عندك طبعا مضرب يدوي بيكون طبعا احسن وافضل بكتير. عايزه اقولك ان ديت احلى صوص واحلى جاتوشه تو ممكن تدوقيه بصراحه. يعني تبداي بقى تدمجي كده المكونات كلها مع بعضها. شين في هنا معايا كتل انا مش عايزاها مش عايزاها تظهر خالص عايزه كله يبقى حته واحده. واهم حاجه كمان ان انت تتاكدي ان مفيش في قعر الصينيه دقيق خالص معاكي يعني مفيش دقيق خالص في قعر الصينيه. عشان كده بقولك لازم تقلبي كويس بالشكل ده. مش عايزه طبعا يكون عندي كتل خالص من الدقيق عايزاه كله حته واحده ويندمج كويس مع الصوص. انا لسه كنت عاملاه من شويه ماشي. اهم حاجه بس التقليب كويس دي اهم حاجه. يعتبر كده ان انا اصلا كده خلاص خلصت يعني او قربت اخلص يعني اهوت بالشكل ده شايفين. هو ده طبعا الصوص المطلوب صوص او الجاتوشه تو يعني اهوت بقى معاكي بالشكل دوت كده الشكل اللي هو الكريمي ده اهوت. بالشكل ده اهوت خلاص انت قلبتي كده كويس اه تمام. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ بعد ما قلبتي كويس المكونات كلها ودمجت الدقيق كويس مع الصوص اللي انا كنت عاملاه او نص الصوص يعني اللي انا كنت عاملاه خلاص. وبقى معايا بالشكل الكريمي دوت كده اهوت اهوت هو ده طبعا اللي انا عايزاه بالظبط الشكل اللي هو الكريمي دوت اهوت. يا رب يكون واضح قدامكم اهو. بعد كده بقى هبدا ان انا اجيب صينيه اللي انا هعمل فيها الجاتوشه تو اهيت. وطبعا لازم تدهنيها زيت عادي لو متوفر عندك الزبده مفيش مشاكل ممكن برضه تدهنيها زبده. ليه طبعا انا بعمل كده عشان الجاتوشه تو ما يتحرقش مني. وبعد كده هتبداي بقى ان انت تحطيه في الفرن. هبدا بقى نوزع الزيت على الصينيه كلها بالشكل ده عشان طبعا الجاتوشه تو ما يتحرقش فلازم ان انا اوزع سواء زبده سواء زيت اي حاجه متوفره عندك لازم توزعها كويس في الصينيه كلها اهو بالشكل ده. خلاص دهنت الصينيه كلها زيت. هبدا بقى ان انا انزل بالخليط او المكون بتاعي اللي هو الجاتوشه تو بالشكل دوت. هديله بس قلبه سريعه كده تقليبه سريعه يعني بالشكل ده خلاص. اتاكدت ان المكونات كلها اندمجت مع بعضها. هبدا بقى ان انا انزل المكونات دي كلها في الصينيه بالشكل ده اهوت. عايزه اقول لك ان دي احلى طريقه ممكن تعملي بيها الجاتوشه تو وطريقه سهله جدا وبسيطه ومش هتاخد منك وقت خالص.
اهوت. وابدا بقى انزل كل اللي في الصينيه دوت. عايزه اقول لك ان دي اسهل طريقه لعمل الجاتو شاتو، مش هتاخد منك وقت خالص. طبعا بقى هتحطيه في الفرن درجة حرارة 180، وهتسيبي عليه كده النار لحد تقريبا نص ساعة، يعني تسيبيه يستوي براحته بقى. وطبعا انا هحطه بقى في الفرن دلوقتي، هسيبه يستوي على درجة حرارة 180 وهسيبه خالص يستوي براحته. ماشي يا حبايبي، تسيبيه وبياخد حوالي كده بتاع نص ساعة، يعني مبيقعدش اكتر من كده. وبعد كده هطلعه واوريلكوا الشكل بقى عامل ازاي. متنسوش كمان ان في كوبايه نص كوبايه من الصوص او نص اللي انا قسمته بتاع الصوص، حطاه في الفريزر يجمد براحته. وهطلعه بقى احطه على الوش كده، هيبقى شكله حلو قوي. ماشي، انا طبعا هحط دي في الفرن على درجه حراره 180، بتقعد نص ساعه ما بتغيبش اكتر من كده. وهطلعه واوريلكوا شكلها بقى عامل ازاي، وهنحط عليها الصوص او نص الصوص اللي انا خدته في الكوبايه. ماشي يا حبايبي، نسيت اقول لكم على حاجه قبل طبعا نحطه في الفرن. طبعا عشان تطلعي الفقاعات اللي في الجاتو شاتو دوت، لازم تعملي كده كويس على الرخامه وتلفي الصينيه كده بالشكل ده اهوت، بالشكل ده. ماشي خلاص كده، هدخلوها بقى الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا نص ساعة وارجع لكم تاني شوف هنعمل ايه بعد كده. ورجعت لكم من تاني حبايبي، واهلا وسهلا بيكم. كده الجاتو شاتو خلاص بقى تمام خالص معايا، وزي ما انتم شايفين كده طري وهش اهوت بالشكل دوت. خلاص هو كده قاعد في الفرن براحته خالص، هو شكله اهوت زي ما انتم شايفينه. خلاص هبدأ بقى ان انا احط عليه الصوص بتاعي اللي انا كنت حطاه في كده في كوبايه، وحطيته في الثلاجه يعني تحت الفريزر كده، ما حطيتوش في الفريزر، حطيته تحت الفريزر بالظبط. ماشي، عشان خفت الكوبايه مثلا تتكسر او حاجه، فحطيته احسن تحت الفريزر على طول. طبعا هو كده بقى ايه مجمد معايا اهوت وحلو وجميل، انا عايزاه بنفس القوام دوت كده. هبدا بقى ان انا اجيب معلقه بالشكل ده وابدا ان انا احط الصوص دوت كده على الوش بالشكل دوت اهو، بالشكل ده اهو. شايفين القوام؟ قوام جميل جدا اهوت، قوام حلو متماسك. وابدا بقى ان انا افرد كده بالشكل ده. بجد اعملي الجاتو شاتو بالطريقه ديت، هتاكلي احلى جاتو شاتو ان شاء الله باذن الله. اعمليه طبعا بالطريقه بتاعتي ديت، وان شاء الله باذن الله هتاكلي احلى جاتو شاتو زي ما انتم شايفينه اهوت. انا عملته معاكم بطريقه سهله جدا وبسيطه، كمان ما خدتش مني وقت خالص ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. هبدا بقى ان انا افرد كده بالشكل دوت على الكيكه بتاعتي كلها اهوت. بالشكل ده يعني بمعنى صح، لو في حته ما فيهاش من الصوص دوت هحط برضو كده بالشكل ده اهوت. وهبدا بقى ان انا اقطعها بالسكينه، بس مستنيه بس اما افرد عليها كويس الصوص دوت. هنزل بقى كل الصوص اللي في الكوبايه اهوت بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان ده يعتبر احلى جاتو شاتو، مكونات سهله جدا وبسيطه اقتصاديه كمان، يعني تهيألي كل المكونات اللي انا عملتها من اول ما عملت الجاتو شاتو وهي متوفره في كل بيت اهو بالشكل ده. هبدا بقى ان انا افرد كله، تبقى عامله معايا زي هي اصلا جاتو اساسا، يعني جاتو شاتو عامله معايا زي التورتايه كده بالظبط. كمان لو حد عندك عنده مثلا ابنك او بنتك عندهم عيد ميلاد، تقدري انت تفرحيهم بيه بالجاتو شاتو ده.
من احلى الحاجات اللي ممكن تاكليها، وكمان تحس ان هو شيك كده، ويعني حاجه رقيقه كده وبسيطه في نفس الوقت وسهله. تبدا بقى تتوزعي كده بالشكل دوت الجاتوشاتو على كل الكيك بتاعك اهوت، وعلى الطروف كده ومن الجناب وكله بالشكل ده اهوت، بحيث ان هي تغطي كل الحته ديت كده اهي بالشكل ده. وبعد كده بقى هبدا ان انا اجيب السكينه بقى واقطعها حتت قطع كده كده واطلعها معاكم ونشوف شكلها بقى عامل ازاي. من تاني حبايبي، خلاص انا جبت السكينه اهيت عشان اقطعها معاكم. ده طبعا احلى جاتوشه ممكن تدوقيه او ممكن تعمليه لاولادك يعني. كمان معايا الصينيه اهيت اللي هحط فيها قطع الجاتوشه محضراه جنبي اهيت، هنقطعه بقى كده بسم الله اهو بالشكل ده، شايفين الصوص حلو وجميل ازاي اهوت. ده انا اقطعه بقى بالشكل دوت كده. لو عملتيها بالطريقه ديت هتاكلي طبعا احلى جاتوشه ممكن تدوقيه. هطلعه قدامكم برضو عشان تشوفوا معايا. قطعته كده طبعا عشان يعمل لي اكتر من حتة يعني او اكتر من قطعة. طلع القطعة الاولانية ديت اهي بسم الله، شايفين اهي جميلة جدا جدا، طلعت معايا بسهولة خالص، ما خدتش مني وقت خالص. طبعا انا بقى هطلعه كده بالطريقة دي وابدا بقى ان انا احطه في الفريزر، احطه قصدي في التلاجة معذرة، لان طبعا هو لسه سخن اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت، وهش جدا وجميل جدا وبيطلع معايا بسهولة خالص اهوت اهو بالشكل ده. ده بقى ان انا كده رصصه في الصينية اهوت. انا بس حبيت اوريكم شكله النهائي عشان برضه تكونوا شايفينه اهوت. ده طبعا تقدري بقى تقدميه لاولادك او لو عندك ضيوف عندك مناسبة تقدري برضو انك تقدميه اهوت. طبعا الجاتوشه من اسهل الحاجات اللي تقدري ان انت تقدميها للضيوف، مثلا جولك فجأة تقدري تعمليه في ثواني وتقدميه بطريقة سهلة جدا بسيطة ومش هياخد منك وقت خالص. طبعا انا هطلع بقى كمية كده بالشكل دوت عشان احطها في التلاجة عشان تسقع براحتها يعني اهوت بالشكل ده. اهوت تطلع معايا بكل سهولة خالص، ما تاخدش مني وقت يعني تطلع على طول. ده طبعا يعتبر جاتوشه توب بطريقه سهله جدا وبسيطه. وعملته معاكم بسرعه جدا، كمان طعمه من فوق الممتاز يعني كاني شارياه من بره بالظبط اهوت. دوت اللي كان معايا بالشكل ده، شايفين بقى الجاتوشه اهو عايزاكم تشوفوه اهو. بصراحه روعه 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 وفوق الممتاز، جميل جدا جدا. لو عجبكم بقى يا ريت ما تبخلوش علينا باللايكات والشير والسبسكرايب،
وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم مني كل جديد على قناة عالم منوعات. واشوفكم يا رب بألف صحة وخير في فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير يا رب. باي باي.